مشاهدينا الكرام، مشاهدي في زون الحياه في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. واللقاء دائما يتجدد مع نجم جديد من نجوم الملاعب. معنا اليوم نجم اسطوره كره القدم في نادي الزمالك، نجم معنى الكلمه، تالق كثيرا في ملاعب مصر. هنكون معاه في حوار خاص جدا من خلال نجوم الملاعب. معنا اليوم النجم الكبير القدير، ثعلب الكره المصريه، ثعلب الكره المصريه الكبير، النجم القدير، اللي انا سعيد جدا 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 ان انا بتحاور معاه النهارده، الكابتن حماده امام. يعني ممكن اقعد اقدم ساعه اللي هي مده الحلقه، ان انا اقدم في حضرتك وفي مهاراتك وفي امكانياتك. يمكن الناس كتير نسيت ان انت لعبت كوره. انا لسه ببطل من كام سنه. هو طبعا ابويا انت جبتني في حته، يعني ما شاء الله، يعني فكرتني من ساعه ما جيت معاك ودخلنا هنا، يعني ذكريات عظيمه جدا، فترات طويله. الملعب ده دخلته يوم ما اتبنى. انا كنت اصلا اول ما ابتديت في النادي، ابتديت في الملعب القديم اللي هو عند البالون كده، وكنا في الاشبال. وكان ليا قصه بقى غريبه جدا. انا طبعا والدي اللي هو يحيى امام كان كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك وقتها، وانا كنت بلعب في حي المنير. يعني كان زمان بقى في فترتنا الكره في احياء في مصر مقسومه اتنين، كرة شراب وكرة كاوتش. الكرة الشراب دي ليها أحياء بتلعبها، ودي تملي اللعيبة اللي طلعوا من الكرة الشراب ده سر فني بقى بقوله لك. المهارين، لا دول الشويطة، إن الكرة كانت كبيرة. وزمان بقى في الخمسينات وبتاع ما كانش بقى السفنج وبتاع، لا ده كانت خيش على، فعايزة رجل بقى إيه حديد. كان من بديك مثلا يشبهه لك عبد الناصح. عبد الناصح كان في المذبح، وهو كانت بيلعبوا بين الاحياء اللي بتلعب كره شراب، فكان ما شاء الله رجله قويه جدا. وبرده الاحياء اللي في كل جمهوريه احياء بتلعب كره كاوتش وكره شراب. الكره الشراب المنيره كانت كره شراب. دي بقى خش لك بقى على الحته الثانيه، الكره الشراب كره كاوتش دي كان في حيين، المنيره وعابدين والروضه عشان الشربيني. فاحنا كنا يعني تملي اصحاب اللعب كره كاوتش اللي هي بتاعت التنس، اصحاب مهارات عاليه جدا. ليه بقى؟ كره سريعه وصغيره بتنط بسرعه، فيعني كنا صحره فيها. يعني يمكن انا كنت في المنيره الناس كلها عارفاني، وفي عابدين في ناس بقى كتير بقى، بس فيها نصها شراب ونصها كاوتش. وكان في الناحيه الثانيه في الروضه لعيبه كتير قوي، كان من الشربيني يعني بجيب لك المشهورين، كان برضو مهارته عاليه. بقت بلاستيك يا كابتن. بلاستيك بقت بلاستيك. فكانت بتبقى بقى ماتشات هايله. ما كانش بقى فيه بقى يعني الشارع زمان، ما فيش مواصلات زي دلوقتي. كل فتره نعمل دوره، تلاقي عندنا في المنيره في شارع احمد سامي ده الشوارع كلها تتقفل والناس تتفرج وناس جايه، وخمسه خمسه بقى. انا حاسس ان انت يعني لسه انا برحب بيك، لكن انت ما شفت الملعب سبحان الله. يعني حتى يعني شوف، انا جايب لك كوره وهنقسمها. يعني حتى لما شفت الملعب حسيت ان انت يعني قلبت 180 درجه وتحمست ودخلت في الذكريات القديمه ودخلت في يعني ما اعرفش، حسيت بحاله كده جات لك. اصل طبعا يعني لو اقول لك يا كابتن وهيب انا قضيت في الحته دي قد ايه، مش يعني ما فيش مره في حياتي وانا جاي الا لازم اجي نادي الزمالك الصبح، وبعدين كل يوم عندنا تمرين. ورغم ان انا كنت ظابط يعني وعندي شغل وبتاع، لكن كنت حريص جدا، شغل الصبح وبعد الظهر النادي على طول. فطول النهار بتخلص التمرين بتقعد في النادي، فكان يعني يمكن ده حته بقعد فيه اكتر من بيتنا، وانا بيتنا هنا اهو. يعني كنت حتى زمان اما كبرت بقى بقيت كابتن الفريق الاقيهم نزلوا، ابتدي انزل انا تبص عليهم اما ينزلوا. فبقول لك يعني كنت يعني
النادي ده كلنا. شوف انت جيت لقيت كابتن برجيلة معايا هنا، كابتن ياكا كامل يعني، والصبح من الصبح، فيعني كنا ما حدش يسيب النادي ده ابدا. بس انت بعدت شويه يا كابتن. لا ظروف الحياه، بس انا بقى لا ده انا اكتر واحد مسك حاجات في نادي الزمالك يعني. اول ما بدأتش اشبال، وبعدين لعبت لغايه ما بطلت سنه 75، وبعدين مسكت مدير الكوره، وبعدين عضو مجلس اداره النادي بقى فترات طويله جدا، نائب رئيس النادي فترات طويله جدا، ومشرف على الكوره ومش... خدها بالتواريخ يا كابتن واحده واحده. لا انا اول بقى ما جيت بقى عشان احكي لك من الاول يا كابتن، انها بدايه جميله جدا. انا بلعب بقى في الحي المنيره ده، وكنت صغير يعني يمكن 15 سنه 16 سنه، فلقيت واحد اسمر كده من ده، يقول لي تعالى يا ابني انت، انا عايزك تيجي تلعب كوره. قلت له حاضر. اللي تعرف عايزينك تيجي عندنا النادي. قلت له حاضر. كنت صغير بقى ومكسوف منه وبتاع. قال لي هو انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد. قال لي طب خد هديك ورقه عشان تيجي لي النادي. قلت له نادي ايه؟ قال لي نادي زي. قلت له انا ممكن اجي. قلت له ازاي؟ قال لي ازاي تيجي؟ قلت له عجبك الموضوع؟ قلت له لا انا ممكن اجي النادي. وبعدين قال لي ازاي تخش؟ ازاي هتروح نادي ازاي؟ قلت له ما انا والدي عندكم في النادي. قال لي مين؟ قلت له يا حمام. قال لي يا نهار ابيض. اللي كان بيكلمني ده كان الكابتن علي شرف الله يرحمه، وكان هو بقى ابو الاشبال. هو بيتفرج كان بيشوف بقى الناس بتوع زمان يا مهيب، مش تقولي بقى الكشافين دلوقتي وبتاع. كان اول ما يلاقي البطوله بس في اي حي يروح رايح جايب كرسي وقاعد على في الشارع يتفرج على اللعيب ويختار العناصر اللي عجبته. شوف وراجل كان كبير وكان مدرب اشبال نادي الزمالك وكان لعيب دولي ولسه مبطل. فقال لي مش معقول. قلت له بس انا عندي بقى حاجه هقول لك عليها، لو خدتني نادي الزمالك مش بجيبش سيره لوالدي. كان والدي ساعتها نائب الحاكم في غزه، فكان قاعد في غزه وانا كنت هنا وكنت مستعد بقى للثانويه العامه وكده. فقال لي لا. قلت له بس انا مش عايز حد يعرف ان والدي بقى كان عامل ايه يا مهيب. كان واخد قرار ان انا ما اروحش النادي ولا العب كوره الا ما اخد الثانويه العامه. ايامينا بقى انت عارف الثانويه العامه دي كانت مشكلة يعني. فانا كنت شاطر يعني، كنت بقى منظم وقتي جدا. فقال لي لا مش هنقول هنخبي كده. رحت بقى النادي، بس كان النادي بقى اللي جنب عند البالون كده. ورحت وتحت 16 سنه ما حدش عارف يعني. فكان ماتش عندنا في نادي الزمالك وابتديت العب، نزلت العب. فوجئت بقى بحاجه في اول يوم منزل فيه نادي الزمالك، عملت رقم قياسي. كسبنا 24-0 وانا جبت 18 جول. والله جامده دي. اول يوم يعني اول مره العب كوره كبيره كده. ده فين؟ ده في البالون. في البالون في نادي الزمالك القديم، وكان في ظهرنا نادي الترسانه. ف المهم بقى ما كانش بيكتب الاخبار دي كتيره، كان اميها بقى كابتن نجيب السكاوي. كام كده كابتن؟ لا ده حاجه 57 56 يعني 57 بعد 56. ف الخبر بقى كان صفحه الرياضه اياميها في الاخبار والاهرام يعني صفحه واحده، عشان ينزل لك حاجه دي صعبه. لكن راحت نازله لي اول مره تنزل واحد عنده لسه 15 سنه ان 24-0. بس انا مش هقدر اقول لك الفرقه اللي جبنا فيها كام، عشان انا من كتر ما حكيتها زعلوا مني يعني. فهي طبعا يعني كانت مشكله كبيره جدا، وكانت حاجه جميله جدا ان لقيت تاني يوم الصبح محمد يحيى امام ابن يحيى امام جاب 18 جول من 24 جول. جامده. فكانت بدايه قويه جدا. فطبعا ابتدت الناس بقى تلتف حواليا. وفي نفس السنة بقى باختصر لك شوية، رحت لعب تحت 18 سنة. كان بقى فرق قوية ترسانة في القاهرة، بس كنا بنلعب في القاهرة ترسانة وسكة الحديد وكذا نادي والأهلي. ولعبت أول ماتش بعد كده مع نادي ترسانة، كان بداية كان أبو رجيلة معايا في الصغيرين وشاذلي مصطفى رياض في الأهلي في ترسانة. كسبنا 2-0. لعبنا الأهلي، لعبنا السكة الحديد كسبنا 1-0 أنا اللي جبته، والاثنين بتوع ترسانة اللي جبتهم. لعبت بقى ماتش نادي الأهلي وكسبنا. فكانت يعني اربع مباريات ورا بعض في بدايه علمه نادي الزمالك يعني. علمه بقى. طب كابتن حماده وانا ماشي معاك كده ونفسي اتمشى معاك في الملعب اللي انت يعني لما شفته اتحمست. انا لا هنا لا انا بفتكر من المنطقه دي يا كابتن. في حاجه بشمالك كده. ها لا ماتش طبعا توتنهام كان، تعالى اوريه لك برده، مش هنساه طبعا في حياتي. الملعب هنا كان هجمه لينا، الكرة اتقطعت ومسكها الجون بتاع توتنهام وراح شايطها عاليه طويله جت لسمير قطب. سمير قطب عمره ما لعب كرة باليد خالص عمره. فلعبها باليد، راح جايه لي وانا هنا كده بالظبط. ده في الحته دي، ده انت حافظ اهو يا ابني بقى. في الحته كده ما لعب سمير قطب باليد، كنت انا هنا كده بالظبط جات لي هنا.
رحت عملت بقى كده كرباج، طلعت الكره لفه عاليه فوق ودخلت في الزاويه البعيده. خلص كام؟ خلص 7-3. 7-3 بس توتنهام جون عالمي بالنسبه لي، وكان بالنسبه لنا مكسب. ودخل جون بقى، وكان الملعب ده وراه هنا كان زمان زي دلوقتي، الناس قاعده بره هنا الاف في التراك هنا. الكره دخلت جون، كان جون عالمي يعني، كان جون حلو قوي يعني. كان الجميل زمان كان الزمالك بيلعب في ملعبه والاهلي بيلعب في ملعبه يعني طبعا، وكل الانديه بره دلوقتي كله جاي بقى. ده كله المدرج ده، دول اعضاء نادي الزمالك اليمين ده كده، دي الاعضاء، دي الاعضاء هم دي كان اعضاء نادي الزمالك كلهم، الجنينه دي كلها هنا، وعائلات بقى كلهم، الاب والام والاولاد. ودي المدرج ده طلع لعيبه كتير جدا، ان او هو دول مشجعين نادي الزمالك الاصليين يعني. كان تملي بيخشوا ببلاش اعضاء النادي في الماتشات اللي كانت على ملعبنا، الناس تيجي الصبح تتغدى والاسره كلها الاب والام واولاده يطلعوا على هنا ويقعدوا المدرج ده مليان على اخره. ما كانش فيه طبعا الترتان ده، ما كانتش النجيله حلوه قوي كده، انا كنت حافظ هنا في حفره وهنا في حفره، كنت ابعد عنها. كان مستر يعني كان عندنا مدرب فاندلر يعمل خطه على الحفر، يعني الحفره دي ترقص فيها، الحفره دي ما تلعبوش فيها كره على الارض، لازم كره عاليه. معقوله؟ يعني كان كده، بس ما كانش وحش، كان برده كان كويس قوي. كان وبعدين طول عمره مدرج كده عالي كده. في بطولات خدتها هنا في الملعب ده؟ كتير جدا، الدوري العام. طبعا. هنا اصل احنا كنا بنلعب هنا اهلي وزمالك. تصور بقى اهلي وزمالك، وبعدين توتنهام اهلي وزمالك. ما انا عايز احكي لك الحاجات دي بعدين بقى. ودي حاجه جميله جدا. المهم يعني الجون ده مش هنساه في حياتي. وفي جون في الاسماعيلي برده هنا. معلش بس عايز امشي معاك، ناخدها كده ونروح احنا اول ما